عندي زوجتي مريضة مرض السرطان، وعندي بنتي مريضة مرض الكبد، بدها زراعة كبد. وأنا والله مريض، يعني عملت 3 جلسات تفتيت وما مشى الحال، وعازت عملية يعني. وعندي ولادي كمان عندهم ولا نظارات 10 ليالي يعني. عاملتهم صعب، كثير صعب يعني. الضوز ما شغلته 24 ساعة، مستحيل إنهم يشوفوني. عندي زوجتي يعني بدها الأدوية، الزرف الدواء عم جيبه 13 ونص دولار و14 دولار. الدواء بدها تاخده مستمر يعني، ما بتحسن تقطعه لو كان ساعة يعني، وصار لي شي 2 ونص عم يعاني بيه يعني. ما حد استقبلنا إن أنا منظماته، ولا إنه شي لحد ساعات خالص خالص يعني. والله يعني بالليل بالنهار أمشي يعني. يعني شو لسه تعبت كثير والله، تعبت كثير والله. ايام حق ربطة خبز ما عندي، رقيف خبز ما عندي.